السلام عليكم. انطلاقا من هذه الصورة، بغيت نصايب واحد يخت بحال هذا، ماشي بحاله تماما، ماشي فوتوكوبي، ولكن الفكرة هي هذه. خديت جوج ديال القرطات ديال الباليت، فوالا، ورسمت عليهم، رسمتهم بحال هاد الشكل هذا، يعني نقطع لهم هاد الشكل هذا هكا، وغادي نديرو هكا بحال اللي في الصورة، بحال هكا فوالا. وغادي نقطع شوية من اللور، وهذا غادي نهبطو، غادي يطيح هاد الشي هذا، يطيح من لي دو كوتي، من الجهات بجوج. الور هاد العمل هذا ديجا راني درتو، هو هذا، وني دابا ديرو في القطينه. ها هما جوج ديال القرطات بحال هادوك، وجيت درت لهم، قطعتهم هكا من القدام فوالا. وهذا وحفرتهم هكا باش عاود قطعتهم بهذا الشكل هذا، وجيت للجنب وحتى هو قطعته باش جا بحال هاد الشكل، بحال هاد الشكل هذا. دابا راني رابطهم، داير الكولا وربطتهم فوالا، و سميتو باش يكون هاد، ما اعتمدتش غير على الكولا، راني درت فيسات، فيس داخل هكذا وفيس من الجهة الاخرى عاود هكا فوالا. وشدهم دابا بقطينة على ما ينشفوا ونكملوهم، راني هاد الشي هذا خدمته تقريبا غير بسميتو بالمنشار ديال السوتوز، غير بالسوتوز فوالا. وراه الخدمة عاد بدات فيه، فوالا. هذه المرحلة اللي وصلت لها. الور راني درت هذا، قصيته من سميتو، خدمته من الجناب هكا، ما بقاش هكا بلا، وقديت الجناب من هنايا، ودرت هاد الإضافات، هاد الإضافة اللور، وهاد الإضافة القدام. وراني غادي نفصل الخشيبات اللي غادي يكونوا دايرين به، اللي غيكونوا دايرين به، وهذوك لي غارد كور، ولكن ما غنركبش لي غارد كور حتى ندير الوسط ديالو، ندير داك لي كومبارتيمون اللي هذا بحال هذا الشكل هذا، دابا اللي في المرحلة المقبلة هو انه غادي نصايب هاد الجناب، وغادي نصايب هاد لي كومبارتيمون، ولكن ما غاديش نركبهم حتى نسميتو حتى ناسومبليهم، وهذا عاد نركبهم فوالا. اليخت ديالنا هو هذا، خاصو دابا الحكان، غادي نحكو و غادي ندير ليه الزيت، ولكن راه من بعد غادي ندير ليه واحد السوكل علاش غادي يتهز، وغادي يبان بهذا الشكل هذا، غادي يبان تقريبا بهذا الشكل، ما غاديش يبقى عالي هنا لو سوكل علاش غادي يتحط فوالا. اليخت ديالنا ها هو، دايرو الى جانب مصنوعات اخرى، درت ليه السوكل من التحت، احنا غنشوفوه. اليخت ها هو، بعد ما درت ليه واحد الخشبة، يعني سوكل باش يتحط عليها، وراها ما ماشي فيكس، ماشي لاصقه، احنا غادي نشوفوها. وهذا يخت، ها هي
الخشبه غير بهذا الشكل هذا، وتتحط هكا، تيتحط فيها هكا بهذا الشكل هذا، وتيبقى فوالا. هاد اليخت راه الطول ديالو هو 36 سنتيمتر، العرض ديالو 10.5، والارتفاع ديالو 27 سنتيمتر. بطبيعة الحال راه ما واخدينش بعين الاعتبار السوكل، هذاك الخشبة علاش محطوط. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أستودعكم الله وأشكركم على المشاهدة.